والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. في البدء لابد أن نجزي الشكر الجزيل للإخوة القائمين والمنظمين والحاضرين في هذه الندوة الدولية التي أقل ما يقال عنها إنها أحسنت اختيار الموضوع. مساهمتي في هذه الندوة العلمية المباركة هي مساهمة من جانب لغوي محض، ذلك أن تخصصي يفرض علي أن أدرس قضايا متعلقة بالعربية أولا وكيف أصبحت لغة الوحي، ولذلك ستتمحور هذه أو تتمحور المداخلة حول محورين كبيرين. والمحور الأول هو عبارة عن تقديم عام ولكنه ضروري للموضوع، والمحور الثاني وهو أساس هذه الدراسة، والمحوران هما ما اهتم بهما اللغويون الذين اهتموا بأصل اللغة العربية، ذلك أن العربية في تاريخها الطويل، ورغم ما يقال إن جانبا من تاريخها الطويل الأول على الأقل غير معروف، ولكنها خضعت لوضعين أساسيين يعتبران أساس بناء اللغة القرآنية التي نتحدث عنها. الوضع الأول هو الذي يمكن أن ينعت أو يعنون بمسألة التهذيب اللغوي، والوضع الثاني هو الذي يدرسه بعض اللغويين تحت عنوان النقل اللغوي. ما المقصود بالتهذيب اللغوي وما المقصود بالنقل اللغوي؟ هذا ما تعالج هذه الورقة، وإن كانت فصلت في النوع الثاني أكثر من الأول، ولكن لا بد من أن أعرج ولو بإيجاز عن النقطة الأولى التي تعد مدخلا لهذا الأمر. أولا، إن العربية في تاريخها عرفت أنواعا من التهذيب، ولعل الدارسين وعلى رأسهم مصطفى صادق الرافعي يلخص هذا الأمر في ثلاثة أنواع من التهذيب. التهذيب الأول وسماه بالمرحلة الإسماعيلية، والتهذيب الثاني وسماه بالمرحلة القبلية، والتهذيب الثالث وسماه بالمرحلة القرشية. هذه الأنواع يقصد بها أن العربية الأولى التي نتحدث عنها وإن كان تاريخها غير معروف بشكل تفصيلي كما استمعنا في هذه الصبيحة، ولكن في الغالب الآثار الواردة تتحدث عن أن أول من تكلم بالعربية هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، ولذلك هناك بعض الآثار ترويها كتب الأخبار وبعض كتب الأدب وخاصة الكتب الموثوق فيها، منها أن أول من تكلم بالعربية هو سيدنا إسماعيل عليه السلام. وقد أورد بعضهم رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل قد درست، فجاء بها جبرائيل عليه السلام إلي فحفظنيها. إذن اللغة الأولى التي نتحدث عنها من حيث الممارسة هي لغة سيدنا إسماعيل. ويقول صاحب المخصص هو ابن سيدة، يقول: إن العربية أصلها إسماعيل عليه السلام وكان مسكنه مكة، ويقصد هنا أن إسماعيل عليه السلام قد عاش في أحضان أخواله بين قوسين، وهم بقايا قبيلة جرهم الذين كان صهرا لهم وقد تعلم منهم العربية. إذن أول من تكلم العربية المحضة التي وصلتنا هو إسماعيل عليه السلام. بعد هذا يقول: وهناك نصوص كثيرة ذكرها ابن قتيبة، وبالمناسبة ابن قتيبة له كتاب مهم في الموضوع عنوانه فضل العرب والتنبيه على علومها، وكان في هذا الكتاب يرد في الحقيقة على الشعوبيين الذين احتقروا فضل العرب في هذا الجانب، وبين أن العرب يرجع إليهم الفضل اللغوي وهو الذي يعنينا بالأساس. قلت هذا الأمر الأول، قضية التهذيب الأول. التهذيب الثاني ويبدأ مع انتشار أبناء إسماعيل عليه السلام وتشعبه في قبائل في شبه الجزيرة العربية، حيث ستظهر القبائل العربية التي ستتكلم العربية. ونحن نعرف في الدراسات اللغوية على الأقل القبائل الستة المشهور بها والتي يرجع إليها الفضل في عملية التقعيد. في هذه المرحلة ستنتشر العربية في شبه الجزيرة العربية، وسيتكلم بها العرب قبائل
وستنتشر اللغات، وإن كان الناس يقولوا الآن لهجات، لم أعثر على هذه المصطلح عند القدماء. والسيوطي صاحب المزهر الذي فصل في القول يعتبر أن كلام العرب لغات، ولم يذكر لهجات، واللهجة كما تعلمون هو مصطلح حديث. وأضافوا إلى هذا التهذيب الثاني، قلت أن العرب في تركيبهم الخلقي الصحيح كانوا يتمتعون بفطرة بدوية سليمة وبطبيعة عربية سامية، مما جعلهم يتكلمون العربية سليقة. ولذا وهنا لابد من استشهد بنص لابن فارس يقول فيه: أجمع علماؤنا بكلام العرب، والرواة لأشعارهم، والعلماء بلغاتهم وأيامهم ومحالهم، أن قريشا أفصح العرب. وعندما نقول قريش أفصح العرب فإننا ننتقل إلى التهذيب الثالث، وهذا التهذيب هو الذي تولته قريش. قريش عليها قريش القبيلة التي تولت هذا التهذيب، وذلك باختيار الألفاظ الإسلامية. وهنا أذكر نصا أو بابا ذكره ابن فارس، وكما استمعنا في هذه الصبيحة في المحاضرة التوجيهية، وهي فعلا محاضرة توجيهية للمؤتمر، كما ذكر شيخنا الجليل اسم ابن فارس كثيرا، لأن أحمد بن فارس من اللغويين الذين اهتموا بالموضوع وبينوا هذا الأمر بشكل أساسي. هناك باب يقول فيه الأسباب الإسلامية. ظن بعض من درس هذا الأمر أن ابن فارس يقصد الألفاظ الإسلامية، والحال أن النص يمزج بين الأسباب والألفاظ، ولذلك ذكر باسم الأسباب. هذا النص أساسي يقول فيه ابن فارس: كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات وأبطلت أمور ونقلت من اللغة ألفاظ، وهذا الأمر هو الذي سيعنينا كثيرا في قضية النقل. قلت: ونقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع إلى مواضع أخرى بزيادة زيدت، وقد فصل في بعضها شيخنا هذا الصباح، وشرائع شرعت كذلك، ذكر جانبا من هذا، وشرائط شرطت فعف الآخر الأول. إن الوضع الجديد الذي أحدثه مجيء الإسلام لم يستثني حالة من الناس، وكانت اللغة من المواضيع التي شمل هذا الوضع. وقد أبان ابن فارس كما قلت في هذا النص وفي غيره من النصوص، لأن لابن فارس نصوص كثيرة في هذا المجال، عن التغيير الذي أصاب اللغة بأنه نقل. والمقصود، وهنا سأقف عند هذا المصطلح، أي أن الألفاظ اللغة العربية لم تتغير في أوضاعها اللغوية التركيبية، بل نقلت من حال إلى حال. والدارسون اللسانيون عندما يدرسون اللغة غالبا ما يتحدثون عن التطور اللغوي، ولكن ابن فارس لم يتحدث عن التطور، وإنما تحدث عن النقل، بأن اللفظ بمعنى أن اللفظة بقيت على حالها ولكنها نقلت من معنى إلى معنى، والمعنى الذي نقلت إليه هو الذي سيكون الدلالة الشرعية. بعد أن كانت الدلالة اللغوية عامة أصبحت الآن الدلالة اللغوية الشرعية. يقول ابن فارس دائما في الموضوع، يقول: فالوجه في هذا إذا سئل الإنسان عنه أن يقول في الصلاة اسمان لغوي وشرعي، بمعنى أنها كانت تستعمل بالمعنى اللغوي قديما، ولكنها ستنقل إلى المعنى الشرعي وهو الذي أضافه الشرع. ويذكر ما كانت العرب تعرفه ثم ما جاء الإسلام به ويزيد وهذا الأمر. فيتحدث ابن فارس في هذا النص في آخره، يتحدث عن المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ويتحدث كذلك عن المعنى الصناعي. وهنا يقول قياسا على المعنى الشرعي، يقول: وهو قياس ما تركنا من سائر العلوم كالنحو والعروض والشعر، كل ذلك له اسمان لغوي وصناعي. في الألفاظ الشرعية نقول هناك لغوي وشرعي، في العلوم نقول هناك لغوي وصناعي، وهنا ستنشأ العلوم في أحضان الثقافة الإسلامية، بمعنى أن المصطلح الشرعي الذي حدده، الذي نقلت إليه الألفاظ العربية، سيكون مدخلا لإحداث المصطلح الصناعي. وهذا المصطلح الصناعي هو الذي ستبنى عليه جميع العلوم من نحو وصرف وعروض إلى يوم الناس هذا، وعلوم القرآن من فقه وأصول لكل علم
مصطلحه، وهذا المصطلح ينعت بأنه مصطلح صناعي. وهكذا استمر في الثقافة الإسلامية ظهور هذه المصطلحات، فكان في البداية هناك معنى لغوي عام، ثم ظهر المصطلح الشرعي بمجيء الإسلام، ثم ظهر بعد ذلك المصطلح الصناعي فتبنته جميع العلوم وبنيت علوم على أساس هذا المصطلح الصناعي، وبدأنا نعرف تقسيمات للألفاظ بناء على المعاني التي يحددها كل علم. فمثلا في أصول الفقه نتحدث عن المعنى اللغوي والمعنى العرفي والمعنى الشرعي، وفي الدراسات اللغوية كما يذكر ابن جني نتحدث عن المعنى اللفظي والمعنى الصناعي والمعنى، وهكذا. فبدأت هكذا بدأت تتكون العلوم بناء على ذلك، ومن هنا نشأت المفردة القرآنية، وهي المفردة التي تنعت بأنها شرعية. هذه المفردة لها مجموعة من الخصائص، أظن أن الحديث عنها سيطول، ولذلك سأذكر بعض الخصائص التي ذكرها العلماء، ولكن الأمر الذي أشار إليه شيخنا هذا الصباح هو نصوص موجودة هنا، خاصة في الألفاظ التي زيدت والألفاظ التي نقلت والألفاظ التي حذفت من الثقافة. ولكن الذي أريد أن أركز عليه أن بعد ظهور المصطلح الشرعي ظهر ما يسمى بالألفاظ الإسلامية. هذه الألفاظ الإسلامية هي التي ستكون البعد الشرعي، والذي سيبنى عليه ثقافتنا الشرعية. الرازي ليس الفخر وإنما أبو حاتم الرازي، وعاش في القرن الرابع الهجري، له كتاب مهم يسمى كتاب الزينة في الألفاظ الإسلامية العربية. هذا الكتاب مصمم تصميما دقيقا، بين فيه كيف أن الألفاظ نقلت من الدلالة اللغوية إلى الدلالة الشرعية التي أسس لها الشرع بعملية النقل. وقد بدأ هذه الألفاظ بالوقوف طويلا عند أسماء الله الحسنى، وبين أن كل لفظ وإن كان معروفا في الجاهلية بلفظه وقال به فإنه حمل معنى جديدا، وبدأ بهذا لأن هذه الأسماء كما سمعنا هذا الصباح تمثل بالنسبة إلينا أصول الدين، فهي تدخل في العقائد. ثم بعد ذلك انتقل إلى الألفاظ المتعلقة بالعبادات من صوم وزكاة وحج إلى غيرها، وبين فيها كذلك الدلالة اللغوية إلى الدلالة الشرعية. وبهذا تكون المفردة القرآنية ذات خصائص، إما هذه الخصائص ترجع إلى المعنى أو إلى الجرس الصوتي، وهنا أحيلكم على ما كتبه مرة أخرى الرافعي، وقد أطال في هذا الأمر عندما بين أن الجرس الصوتي له تأثير أساسي على الإنسان عندما يقرأ الكلمة، وأن كما قال أن الصوت معنى، الصوت عند الرافعي معنى في القرآن الكريم، وقد أطال في ذلك وبين أن المفردة القرآنية لها جرس صوتي خاص ويعرفه أصحاب التلاوة. والتلاوة كما هو معلوم في تعريفها البسيط هي تنتمي إلى الجانب الاتباع، بمعنى أن المسلم عندما يقرأ النص القرآني ويقرأه بتلاوة سليمة، فإن التلاوة تعني الفهم المعنى ثم اتباع ما جاء به هذا المعنى. هناك مجموعة من الخصائص ذكرتها هنا بشكل تفصيلي في هذا الأمر، ولكن المهم الذي تحدثت عن هذه المفردة بنوع طويل، ولكن الذي أريد أن أصل إليه هو أن عملية النقل جعلت اللغة العربية بما لها دلالتان أساسيان، هما الدلالة اللغوية العامة، ومنها تنقل كل المعاني الأخرى. إذا كانت مرتبطة باللغة الشرعية فإنها تسمى مصطلحات أو ألفاظ شرعية، ومنهم من فصل في الألفاظ الشرعية وميز ما بين اللفظ الشرعي واللفظ القرآني، وقال إن اللفظ الشرعي هو اللفظ الذي لا يتسم بصفة مثل الصلاة والزكاة، وبينما اللفظ القرآني هو الذي له صفات مثل المسلم والفاسق والمنافق إلى غيرها من ما يتصف، وهناك تمييز كما قلت. وهكذا ظهرت هذه المصطلحات. الوقت لا يسمح بأن أضيف أكثر،
هذه معجمل القضايا الواردة هنا. هناك نصوص كثيرة وقد ذكرت حتى بعض المصادر التي أشار إليها الشيخ هذا الصباح لتكون مصدرا لهذه اللفظة أو لهذا المصطلح الشرعي. ومن هنا نقول هناك ألفاظ إسلامية شرعية هي التي نتحدث عنها ونقول إنها عربية القرآن بدلالتها الجديدة وبقالبها العربي المعهود. ولذلك تحدث كما سمعنا هذا الصباح تحدث الشاطبي عن هذا الأمر بشكل تفصيلي. والدلالة اللغوية العامة وهي التي تستقى منها بشكل عام ثم تخصص. إذن بهذه الكلمة أنهي هذه المداخلة وأشكر لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.